ما كنتش كنتصور نهائيا والله زعما تنتكلم بكل صراحه، لم اكن اتصور نفسي خارج الحزب الاشتراكي الموحد. تسمينا المنشقين، نحن تسمينا المنشقين، نحن جميعا يا رفيقتي نبيله كنا في نفس القطار، كنا في نفس القطار. ما هو هذا القطار؟ التزمنا به، ها هي اوراقنا في مؤتمرنا السابق، في مؤتمرنا الحالي، في التزاماتنا، صوبنا الهيئه التنفيذيه، صوبنا الفيدراليه في 2014، وركبنا جميع في واحد القطار. اشنو هو هذا القطار؟ القطار المفضي الى الاندماج. فجاه انت ومكتبك السياسي قررتما ان تنزل من القطار. الحزب الاشتراكي الموحد ككل الاحزاب طبعا كانت تعرف مشاكل طوال هذه المرحله، ولكن كنا كنحاولوا شخصيا، انا بذلت واحد المجهود باش نحلوا هذاك المشاكل اللي كاينه. من بعد المشاكل التفاقمات، وكنت حريص انه نحلوا المسائل داخل البيت، وكنت حريص بانه ما نتوجهش للراي العام، ما نقولش واحد العدد الاشياء ونتحمل في صمت مده عده سنوات. كما تم استجوابي من طرف جريدة الأيام لأول مرة، كما هما كما انتما تنقول لكم بأنكم كنتم شهود على دائما المحاولة ديالي أنه نخلي المشاكل الحزب داخل الحزب ما يعرفوهاش الناس، علما بأنه أتيحت الفرصة للرفيقة نبيلة منيب باش تتكلم في الاعلام على راحتها وتقول كل شيء، ومع ذلك ما كناش كنردوا على كثير من الاشياء. ولكن اليوم دائما انا الهدف ديالي ملي خرجت من الاتحاد الاشتراكي هو انه ماشي بقى ندير سياحه كندخل الحزب ونخرج ندخل الحزب اخر، هذه ما عندها حتى شي معنى. فبالنسبه لي انا مناضل في الحزب الاشتراكي الموحد، قلت غادي نبقى فيه الى ان ينشأ الحزب اللي غادي يكون ثمرة لهاد الاندماج ديال الأحزاب ويولي واحد الحزب جديد يلم شتات اليسار من بعد 21 سنة تقريبا ديال المحاولات ديال جمع هاد الشتات. ولكن في نظري وقع ما يمكن أن نسميه الخطأ القاتل. ما كنتش كنتصور نهائيا والله زعما تنتكلم بكل صراحة، لم أكن أتصور نفسي خارج الحزب الاشتراكي الموحد قبل الاندماج. طبعا اللي يولي اندماج راه غادي نكون في الاندماج. صحيح انه بحال اللي قلتو غادرت، ماشي غادرت الحياه السياسيه، غادرت المسؤوليه المباشره. يعني انا دخلت لهذا الحزب 15 سنه، قضيت اقل من سنتين في المكتب السياسي. ملي وقعت جات الانتخابات وسقطت في الانتخابات قدمت استقاله ديالي، ولكن يمكن من بعد الاستقالة اشتغلت لفائدة الحزب أكثر من اللي كنت كنشتغل وأنا عضو في المكتب السياسي ونائب الأمين العام. فخدمت، المهم ماشي هذا وقت باش غادي نحكي أشنو وقع. نبيلة منيب كتهضر، أنا من الأول غادي نقول لكم واحد القضية، أنا أدعو رفيقتي بكل الاحترام بكل التقدير اللي لها، إذا قبلت في المنبر ديالكم ولا أي منبر آخر نعملوا مناظرة أمام المناضلين ومناظرة أمام الشعب المغربي وأمام المواطنين وأمام الناخبين، ونحكيو ماذا جرى بالضبط وماذا يجري اليوم في الحزب الاشتراكي الموحد. أنا كنهضر معكم بألم لأنه تمنيتكم كان اللقاء اليوم باش نتكلموا على مشاكل البلاد وباش نقولوا الشعارات المحفزة وشنو كينتظرنا، باش نشدوا العضد ديال الحركات الاجتماعية، باش نشدوا العضد ديال الصحفيين والمناضلين الحقوقيين السجناء اللي يعني كينتظرونا اننا نديروا شي حاجه لفائدتهم، والناس ديال الريف الى غير ذلك. ولكن احنا مع كل الاسف الخطا القاتل شنو هو؟ الخطا القاتل هو هي رفيقه نبيله منيب سحبات التوقيع ديالها من الترشيح المشترك. تصريح تيتقدم الداخلية بتشريح الترشيح المشترك برمز الرسالة، دائما كنا كنتقدموا به كثلاثة ديال الأحزاب. فجأة نبيلة منيب مشات وسحبت هذاك الترشيح، بارك القضية المكسب السياسي، لا أقول بأنها انفردت هي كشخص، بارك. فأعطت واحد العدد من الاجتهادات، جاءت الفصل 65 تفضلي هذا النظام الداخلي ديال الحزب، خذي الفصل 65 اللي اعتمدت عليه،
رفيقة نبيلة منيب باش تقول بأن بناء عليه عندها الحق بلا ما تلجأ للمجلس الوطني تاخذ هذا القرار. خذي الفصل 65 بغيتي تقرايه أو على الأقل تفضلي هذا، لكن قراي دابا الفصل 120 أو المادة 120 من النظام الداخلي، هي تحتاج بالفصل 65. شوفي شنو كتقول. هذاك هذاك هو الانسحاب من التحالف الحزبي في دوره عاديه او استثنائيه للمجلس. مزيان قولها باش يسمعوها القراء، يسمعوها المشاهدين. مزيان يتخذ قرار انسحاب من تحالف انتخابي من طرف المجلس الوطني في دوره عاديه او دوره استثنائيه. اذا لا مجال للحديث على شرعيه هذا القرار. علاش؟ لان الفصل 65 تيقول اشنو كيمارس المكتب السياسي كمهام، ولكن ملي كيكون نفس القانون كيمنعو ما يمارسش واحد هذا ما يمكنلوش يمارسها، لانه كننتقلوا من العام الى الخاص، وهذه مساله مفروغ منها. اذا خرق الفصل 120. الخرق ديال الفصل 120 تسمينا المنشقين، نحن تسمينا المنشقين، نحن جميعا يا رفيقتي نبيلة كنا في نفس القطار، كنا في نفس القطار. ما هو هذا القطار؟ التزمنا به، ها هي أوراقنا في مؤتمرنا السابق، في مؤتمرنا الحالي، في التزاماتنا، صوبنا الهيئة التنفيذية، صوبنا الفيدرالية في 2014، وركبنا جميع في واحد القطار. أشنو هو هذا القطار؟ القطار المفضي إلى الاندماج. فجأة أنت ومكتبك السياسي قررتما أن تنزل من القطار. تطلبين مني أن أنزل؟ يعني أنا مطلوب مني أن أنزل من هذا القطار؟ هذا القطار اللي ارتضوه المناضلين، ارتضوه المناضلين بطواعية في مؤتمراتهم. هذا القطار اللي التزمنا مع الناس في الانتخابات السابقة بأننا ملي غنجيو لهم لهذه الانتخابات ديال 21 نجيو وحنا من داخل هذا القطار. يعني اشنو انا هو المنشق ولا المنشق؟ كنا في قطار واحد مع رفاقنا مع اخوتنا نريد ان. عندما سئلت الرفيقه نبيله منيب اكثر من هذا، والله لم اجد في اجوبتها ولا جواب مقنع منسجم متماسك. كذا كل مره اش كتقول؟ مره كتقول احنا نسحبنا التوقيع ديالنا لانه كاينه مشاكل. عمر شي تحضير انتخابات مع نفس هاد الاحزاب في الماضي ما كانش فيها مشاكل؟ علاش في الماضي كنا كنحلوا المشاكل واليوم ما قدرناش نحلوا هاد المشاكل؟ الاستاذ الساسي اللي كيسمع الكلام ديالكم كيعتقد بحال الامور كانت ورديه وهادئه ومنسجمه، ملي كتكلم على الفجائيه كانت اخطاء، واخطاء متبادله، وانا لا انزه نفسي عن هاد الاخطاء. طبعا هي اخطاء متبادله، غير هو الامين واخا هي متبادله ومسؤوليه الجميع، الامين العام بحكم انه الامين العام كتكون المسؤوليه ديالو مضاعفه، لانه هو خصو يبذل مجهود خاص باش يلاقي الافكار وباش يركب وباش يسمح الى اخره وباش يجمع وباش الى هذا. طبعا كانت هناك مشاكل ومزيان اللي قلتيها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.